طمنا يا دكتور، قل لي أي حاجة. أنت هتقعد شهر تقيس الضغط يا كبير. أنا في حيرة ما بعدها حيرة، تقدر تقول عايم في بحر من الحيرة. طبيعي، أحدف لك مايو أزبيدو التريقة كمان. يعني أنتوا مش فالحين غير في التريقة أنت وأخواتك بس، إنما علم طب منطق للأمور مفيش. طيب يا عم، محقوق لك، إيه التشخيص؟ حاجة من ثلاثة، يا جهاز الضغط بتاعي بايظ، يا الساعة بتاعتي مأخرة، يا الواد ده مات. واه، وانا الحمد لله جهاز الضغط بتاعي زي الفل، ولسه نافخ بيه العجلة بتاعت العربية قبل ما اجي. ساعتي عمرها لا اخرت ولا قدمت مظبوطة، يبقى البقاء لله. ولدي انا عايش يا ابوي ما اموت. اسكت، هتفهم احسن من الدكتور. قول له يلا انت كمان، اطلع لهم اطلع له. ما بينطق اهو، ما تشوف شغلك يا انت. حاضر، وسع حماده كده. عتره عتره بلا زفت. خش. آه يا ركبتي يا أبا، الله يرحمك يا أبا. أجيب لك دكتور؟ ما أحبهمش، أطيق العمى ولا أطيقهم. ده أنا دخت سبع دخات عند كل العطارين، إن حد يكتب لي وصفة، إن حد يعمل لي عمل ولا حجاب. اخر واحد قال لي تدوب لبندكر جوه سبرايت، بقيت اعملها بس للاسف طلعت بتسهر، دهنتها على ركبي، بقيت انا انام وركبي تسهر. ليه؟ هو نسكافيه؟ بعدين دي اساسا وصفه جلب الحبيب. انت يا كبير لو تسيبني انام جنب حماده ساعه ونص اقسم بالله هعرق واقوم لك زي الحصان. وانا مالي بيه؟ ما تضحك بالجاز، انا عايز الواد اللي يقوم كف الحصان. حاضر، كح كده يا حماده. معلش يا حبيبي، كحة تاني. طب ده بيكح ولا بيركن؟ لا لا لا، مش رابط الحزام او بيشرك في الدور. انت بتعمل ايه يا ابوي؟ بتنمر انت خليتني اتنمر على ولدي؟ انت مجنون، انت ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله.